اهلا وسهلا زوينات، لاباس؟ كي دايرين هانيين؟ لاباس؟ كي دايره مع الحال والاحوال؟ اليوم ان شاء الله نحضروا مع بعضياتنا واحد الخبيزه اللي هي المهم كترافقوها مع الفطور في المائده ديالنا. في الفطور دائما معروفه، اما كنديروا خبزه تاع المسمن اللي هي كتكون كبيره، او لا كنديروا سميتها خبزه خبز عادي، مي هو على شكل انتم تشوفوا معايا الطريقه ومن البدايه الى النهايه ونشوفوا ننتقلوا ان شاء الله للمقادير اللي عندنا. عندنا واحد المعلقه ديال السكر سنيده، وعندنا معلقه صغيره ديال الملح، وعندي هنايا جوج معلقات كبار ديال زيت الزيتون، وعندي سميتو ديال عندي معلقه كبيره اللي هي ديال الخبز الخميره. ومن طبيعة الحال عندنا هنايا عندي جوج زلايف، عندي هنايا انايا هاد الزلافه اللي هي ديال الدقيق الابيض، وهنايا عندي زلافه ديال الدقيق سميتو الكامل، يعني الدقيق تيكون بنخالته بكل شيء ليه. فوالا هذا هو، هذه هي الطريقه. غدا تشوفوا معايا ان شاء الله ونرجعوا مع بعضياتنا. اولا غادي نحيدو هاد سميتها، غادي نديرو هاد الدقيق هذا ديالنا، فوالا تجي زلافه ولكم الاختيار، تقدروا تقلوا تقدروا تكثروا. انا غادي تجيني غير واحد الخبزه اللي هي يعني خبزه دايره، ما كبيره ما صغيره. ومن طبيعه الحال الماء اللي هو ما هو دافي ما هو بارد. نخليو الخميره والسكر واحد الوقيته، واحد 5 دقائق بحال هكا غير بما ينسجموا. صافي من بعد ما كتنفع لينا تنسجم لينا السكر مع الخميره، نزيدو هاد الزويته، زيت الزيتون ولا زيت عاديه، تقدروا ديروا زيت العاديه لكم الاختيار، تا زيت عاديه ديروا مع جوج معالقات كبار. صافي ونجمعوا اللي جينا، نجمعوها ان شاء الله بحال هكايا، ونزيدوا الملح، نزيدوا الملحه ديالنا وصافي. كنعرفوا بان الملحه ما كنديروهاش ما نخلطوهاش مع الخميره باش تخمر لينا بسهوله، و كما تنقولوا بالدارجه الملحه تعكز الخميره ما تخليهاش فوالا. صافي ودابا نجمعوا العجينه ديالتنا. Merci.
هانتوما كتشوفوا معايا العجينه، انا عجنتها غير بيدي، ما درتش العجان. انتوما ليكم الاختيار، تقدروا ديروها في العجان. انا عندي العجان يعني الروبو تاع العجين، كيعجن لينا الخبز هذاك الشيء، مي انا ما تنحتاجوش. كيف ما تيقولوا كنبغي تماره، شي شويه تماره صافي، كنبقاو مره مره ونزيدو شويه الماء وندعقوها، وهي راه عندنا مرخوفه لينا. انتما كتشوفوا معايا العجينه مرخوفه ومزيانه صافي، كنبقاو نستمروا بحال هكايا حتى صافي، وندعقوها شويه ونوليو نجمعوها ونوليو ندعقوها. ايوا حد الماء كيشرب، هادي كنديروا الماء وكيبقى يشرب لينا هاد العجينه ديالنا وهاد الدقيق صافي. كتجينا بهاد الطريقه وصافي، العجينه ديالتنا واجده. دابا ما بقات ليا الا صافي، غادي نجمعها مزيان وهداك الشيء ونخليها ترتاح. انا كتعجبني، نفضل كنفضل انني نعجن بيدي على اساس نديرها في الغوبو. صافي حنا سمع، انا سمعت تنسمع فيها قاعدة بحال المسكة قاعدة تطرطق. صافي بارك عليها، صافي غادي نشمعها وغادي نغطيها وغادي نخليها. صافي هذه هي العجينة ديالنا، وهذا هو القوام، راها تتجي هكايا صافي. دابا غادي نغطيها وغادي نرجع معكم من بعد. اهلا وسهلا البنات، كنعتذر على سميتو على لا فيديو، كنسحب لي كان كيسجل من بعد ما خملت لي العجينه ورجعت درتها. مي ما كنعتذر، ما كانش كيسجل لي التليفون، وانا عذبه لي راني كنصور لكم اللقطات اللي هي تقطع، اللي هي ما تصورت لياش، وهي هي هذيك اللقطه ملي صافي كتخمر لينا العجينه. كنعرفوا الخبز نورمال ملي كيدير ملي كيخمر صافي، كنشدوه كنفرقوه مع بعضيه بشويه الزيت، وكنديروها في هاد الطاوه ديال سميتو ديال الفران، اللي ندخلوها ديريكت مور الفران، وكنخليوها كنقفصوها على تشكيلات بحال هكا كما بغيت. وانا جاوني هاد زوج وحيدات بحال هكايا، نتوما يا كيما لكم الاختيار، تقدروا ديروا وحده، تقدروا تفرقوا حتى نتوما على جوج، ولا ديروهم دايرين اولا بهاد هكايا طوالين كيف ما بغيتوا. والطريقه درتها بهاد، كتزوقوها باش ما بغيت كيف ما بغيتوا بحال هكايا. المهم وكندهنوها باصفر البيض، وكنديروا عليها داك الشيء تاع شويه الزنجلان، شويه بافو، ولا شويه تاع زريت الكتان، لكم الاختيار فيما اي حاجه بغيتوها. المهم هادو كيجيونا على فهاد الشكل بحال هكايا، كيجيو بحال هكا مزيانين صافي. كنخليهم واحد شويه واحد المده ماشي بزاف صافي، وكندخلهم الفران يطيبوا لينا. الخبز ديالنا ها هو طاب لينا بهاد الطريقه هادي، كيجي هكا حمر مزيان. لا كيجي لنا بحال هكا، واخا كانوا مقاربين ماشي مشكل، راهم هما فوالا كيجيو لنا بحال هكايا، طايب لينا من فوق من تحت، وتيجي مازال سخون فوالا. تيجي لنا هكايا، تيجي هكا طايب فوالا. الخبز يعني تيجي غزال زوين، يعني عادي هاد الخبز راه يلاه فيه الدقيق الكامل اللي هو الدقيق تاع الخاله وداكشي، ومع الدقيق مع زلافه داكشي، زعما راه تيجي روعه زوينه وعادي في العود الانسان ينوع. وفيه هادشي تاع الزرارع وهادشي زرع الكتان مع سميتو، هادو كاملين منافع مزيانين واحد بحال كاين في الخبز مع رمضان وداكشي مع الحريره، تيجي زوين وتيجي لذيذ فوالا. المهم خليكم معايا البنات، ما نقول لكمش تويت بسلامه. انا غدا دابا غدا نمشيو نضربوا دويره في الجاردان باش نوريكم واحد هذوك لي فلوغ اللي كنت درت معاكم واحد الفيديو واحد المره، وقلت لكم راه لي فلوغ ان شاء الله منين يبداو منين يديروا لي منين ينوروا هذاك الشيء غادي نوريهم لكم. يلا ونضربوا دويره ونوريكم كيفاش ولاو، جاو زوينين. هانتوما راني كنت وعدتكم قلت لكم راه ان شاء الله منين ينوروا غادي نوريهم، ان بارطاجي معكم هذا الفيديو. هانتوما
شفتو كيفاش عقلتو عليهم؟ كانوا في الارض صغارين، كانوا ما باينينش، ودابا ها هما يا ولاو هكايا تيجيو زوين. شفتو تيجيو روعة في زعما في الشوفة هكايا، او حتى لا كولور اللي فيهم زوين. عقلتو كنت قلت لكم فيولي وهذاك الشيء. شفتو زوينين زوينين بزاف. فوالا بغيت نبارطاجيهم معكم او ميم طون باش نوريكم سميتو هاد الورق، هاد البريدات هادو، حيت كنت ديجا قلت لها لكم في الفيديو اللي هو فات ديال البولغور، قال لك كنتو عاقلين. فوالا المهم انايا في الوعد ديالي راه كيفما كتشوفوا معايا، هذا وحده كل حتى دوك الشجيرات حتى هما يكبروا، وهذيك الوريده حتى هما ديك طلعات، هذيك الوريده حتى هي كدير هذيك الوريده في الاحمر غزاله حتى هي زوينه، وهذيك راه مازال ما تنور. ايوا هذوك الاخرين حتى هما يا مازال يلاه جاي فوالا فوالا البنات كيجيو زوينين دخلاهم مع في جنب الحيط، كيجيو غزالين زوينين بزاف. بغيت نبارطاجيهم معكم ونوريهم لكم قبل ما تجي شي شتاء ولا شي ولا تجي شي طومبيت هذاك الشيء، وتقدر يقدروا يخسروا ويتخسروا ويضيعوا. فوالا حيت هما الجو عندنا هنا كيتبدل فرمشة عين، يعني كيكون الجو مزيان حتى تيولي اوب تيتقلب. دابا راه واخا كاينه هاد الشميشه، نتوما اللي لاحظتوا معايا كاينه شميشه وهذاك الشيء، بصح كاين الريح. المهم البنات الزوينات ديالنا ديالي، كنتمنى لكم رمضان كريم، يدخل عليكم بالصحه والرزق والتيسير وطول العمر ان شاء الله، وتنقول لكم بالسلامه والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.